مرحبا. كلام الناس هذه المرة راح يكون في محافظة الخير الطيب والكرم والثقافة البصرة الحبيبة. ستكون هنالك مهمة إنسانية بعد جولتنا في الأيام السابقة بلقاء مع عوائلنا وأهالينا الكرام في البصرة. نقلنا معاناتهم، مشاكلهم، همومهم، وبالإضافة التقينا بالكثير من الناس اللي محتاجة إن فعلاً إحنا نزورها. وعلى هذا الأساس إحنا قررنا أن نكون متواجدين حتى نزورهم ونقوم لهم بالواجب. لكن هذه المرة جولتنا في برنامج كلام الناس ما راح أكون وحدي، راح يكون وياي نجم من يما ابتدت النجومية الشبابية الرائعة، ولحد هذه اللحظة لا أتوقع استطاع أحد أن يأخذ مكانه. هسه هو قادم من بريطانيا، تحديداً من لندن، وصولاً إلى مطار البصرة. راح نستقبله وتكون لنا جولة كبيرة في محافظة البصرة ونزور عوائلنا. فتعالوا شوفوا منو ضيف حلقتنا لهذا اليوم. الحمد لله على سلامتك. شلون رحلتك؟ متعبه والله. متعبه؟ الحمد لله على سلامتك. شكرا. لا وانت المفروض قل لنا استاذ نامق وياك، ها؟ السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك. شكرا حبيبي. شلونك؟ استاذ نامق من المفاجآت اللي موجود ويا استاذ غالب ملحننا الكبير. حبيبي. الله يعزك، الحمد لله على سلامتك. ونورت البصره. الله يخليك. منوره باهلها وبوجودك. الله يعزك. تعبت برحلتك؟ اي. ليش؟ متعبة طويلة صارت، ما أعرف يعني الدوحة واللي هنا تعبه حقيقة تعبه. أنا كنت أفضل يعني يصير من إسطنبول اللي هنا أحسن، من الكويت اللي هنا، بس من إسطنبول شوية متعبة. هم ترانزيت متعب بس من الدوحة اللي هنا متعبة. لسه أستاذ سمير مدير مطار البصرة، شرف الله يحفظكم. لا تبي ساجي أنا طلعت من تقريبا قبل لسه وصلت للدوحة. للدوحة وصلنا قبل ما اعرف بيها تاخير كان تقريبا احنا كلها 12 ساعه. من جايتك استاذ؟ من لندن. انتم اثنيناتكم من لندن؟ ممتاز ممتاز. رحله البصره ساعه وشويه مو يعني؟ لا من الدوحه لهناك بس هناك لان ترانزيت. حبيبي في الوقت. هاي عركة مو سلام. شنو هاي قوية؟ ها اي يلا تفضلوا. اذا هاي خليه يسحبون يروحون يكون واحد ياخذ حقائب. المهم حقائب يكون ما يتاخر. اعطيني هذنا، اعطينا هذنا حتى ما نعذبك بهن. انور وين انور؟ انور خليني ذنى يمك. بسام، هذا بسام ورده صديقي. حبيبي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ونورت. نورت. شكرا جزيلا. صارلك ايش قد انت ما جاي للعراق؟ للعراق 7 سنين من 2012. ما جيت. ما جيت. اي انت يا سنه طلعت اصلا؟ انا طلعت من 2001. ايه. اجيت 2012 12 سنه وبعدين رجعت من 2012 وهسه رجعت 2019. 2019 للبصره. للبصره اللي ما شافها بعمري واللي هاي اول مره اتمنى اشوفها. اي يعني هي امنيه حياتي اشوف البصره، بس سبحان الله اشوف البصره من لندن ما اشوفها من بغداد. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. احنا راح ناخذك ونشوفك البصره بطريقتنا. يا ريت ناخذ جوله بس انت اصبر. تم. تم. بس انت تعبان ما نايم؟ ها ما نايم بس وجودكم خلاني شويه واقف يعني. اي والله. نوديك الفندق شويه ترتاح. اكون ممنون. وتنام وترتاح وما ادري شنو وبعدين نسوي لنا جوله. اكون ممنون منكم. مستعد؟ مستعد اكيد. توكل على الله.
هلا وحبيبي شف. شفت هاي اللي احنا المهم تدري احنا من 30 سنه ما عندنا شيء ماده مرتفعه. سبحان الله سبحان الله. يعني هاي انت هسه صادفة ويجيتك. أنا فرحان لأنه قبل فترة صارت هذه الزيادة بالمياه حتى بسد الموصل وكذا، وهذه هي تأثر مو زينة على بعض المناطق، بس أفرح لأن أنا أحب المي، أحب المطر. من أسمع يقولون مطرت بالعراق أفرح، لأن المطر هو خير. خير خير إلا إحنا نتألم لأن خدمات يقلبها إلى تعاسة. شنو رأيك شوية نجي نوقف في هذا المكان، يقول لك اللي يدخل البصرة لازم يدخلها من هذا الباب، من باب السياب. من باب السياب. إيه. مهتم بالشعر؟ تقرأ الشعر؟ أكيد. حلو. أنا قدمت المتنبي بسنة 2000، قدمت المتنبي قدمت المتنبي بسنة 2000 و الشعر إنه جزء كبير من حياتي، يعني جزء كبير من حياتي، يعني يعني يحضرني إلى بيت يقول أي عظيم أتقي، أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، أي محل أرتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. للمتنبي يكفي انه هي البصرة بلد المي، بلد الشعراء، بلد المطربين، الملحنين، الطرب، الهيوة، الخشابة، الفن العظيم اللي وصل الأغاني العربية بطريقة الخشابة بإيقاع راقص مثير. صحيح. مهول جدا، يعني أنا من أسمع الخشابة على الطريقة البصرية أرقص فرحا، يعني أحتز. لأنه البصرة بيها جمال، بيها 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 العراق كله بيها. صح. العراق ولاد كله، أي محافظة أي منطقة في العراق هي منطقة ولادة وبيها شعراء وأدباء ويعني تعجز شو تقول يعني؟ صار لك كم ساعة ما نايم؟ راح يصير يمكن 14 ساعة. لذاك. مركب هوانا للبصرة جانا. مركب هوانا للبصرة جانا. يا هلا ويا هلا. بالعكس انت نورتنا وانت حبيبنا نجمنا. هذا فندق الشيراتون بصره، الفيو مالتك راح يكون على شط العرب. الاهل. عندك اقارب بالبصره؟ اهل زوجتي. يعني انت متزوج. هذا بعدين نسولف دي. زوجتي يعني قالت لي انه راح تشوف منطقتنا من عبر الفندق. ممتاز ممتاز. من الشط العرب. يلا توكل على الله. مركب هوانا للبصرة جانا. مرحبا شلون صحاب. شيل اوكي على المضض. لا لا تاخذون انتم بالعكس حتى الاضاءه ورا ما الشمس مضض. اخذكم صوره. البصره بيها الزبير، بيها الهنا بيها الخير. البصره بيها الزبير بيها الهنا بيها الخير. ونسمع صوت الطير، ونسمع صوت الطير. اهلا شارك حبيبي. للبصرة جانا قولوا. مركب هوانا للبصرة جانا. مركب هوانا للبصرة جانا. شاذ جايب حبيب الروح والروح جانا. مركب هوانا
اهلا حبيبي، شلونك؟ موفق بعملك الجديد. شلون تارك اللوكيشن؟ ما تارك اللوكيشن، بس جيت يوم واحد الافتتاح استأذنت من حسن حسين. ايه وراجع باكر الفجر ان شاء الله، اللي عندنا تصوير باكر ان شاء الله. شلون صدفة حلوة نشوف استاذنا الكبير. يمتى ناخذك؟ اي يوم تردون انا حاضر، لان برنامجكم مهم جدا. تسلم تسلم. والناس تابعته بشكل ممتاز، ويعني تكمل البرامج الانسانية بالعراق. وانا اهنيك على مواقفك الانسانية، وأهنيك على الحركة الثقافية اللي غايبة عن البصرة، الآن هي بعودة كبيرة من خلال هذا الرجل. حبيب بارك الله بك. أستاذ علي سعيد من 2006. من 2006 أنا ما شايف طبعاً أنا ويا عدلان، لأن قريبين عائلياً، ويعني هو غالب مو فقط قريب وإنما حتى أخ من بداياته. أمرك محبة بيناتنا كلش عالية. أكيد الحمد لله، يعني أكثر من أهل وأخوة أيضاً. بدول عمرك. إحنا طبعاً جاي نشتغل الآن بالهيئة العليا للمهرجان، وقررنا إنه يكون هذا المهرجان هو شوية إلقاء يعني حجر في هاي المياه الراكدة بالمدينة. البصرة تحتاج كثير من الثقافة، كثير من الدعم الإعلامي، لأنه تكاد تهمش وتبعد عن الساحة الفنية، تبعد حتى عن الساحة الثقافية، رغم وجود كثير من الفعاليات هنا، وهناك كثير من الشباب النشطاء، لكنه ليس هناك دعم كما تعرف من الدولة. باقين بحدود الكفاف وبحدود المعونات اللي تجي بشكل معنوي مادي عفوا ومعنوي من يعني بعض التجار، بعض الشركات اللي موجودة بالمدينة اللي ما تبخل طبعا. حرامات. عندنا مسرحية أطفال قدمناها قبل فترة لمجموعة من الشباب اسمها الساحل والمصباح، قناة الشرقية كانت سباقة في نشر يعني تقرير تغطية. صح. أي بارك الله بك على الجهود اللي قاعد تقدمها من حركة ثقافية بهذه المحافظة اللي هي أساس الثقافة والإبداع. مساء كنا نتحاور بالقرب من بدر شاكر سياب، قال يعني هي أرض الطيب والكرم، وبالإضافة إلى أرض الحضارة والشعر، الطرب والكيف والهيوة. لا يهم من الهيوة الخشابة، احنا عندنا والخشابة مارك بالبصرة الخشابة. خشابة. عموما احنا ما ناخذ من وقتك ولنا لقاء ان شاء الله. استاذ علي شكرا جزيلا. والله كبر مهدي وصار عنده أولاد. والله كبرت صوفي. أيوة كبرت صوفي. صارت بالمدرسة. تعرف القضية الإنسانية هي حتمية على كل واحد من عندنا، ولكن الفنان قضيته ورسالته تختلف تماما. أكيد هو لازم عليه اهتمام أكثر بهذا الموضوع. نعم. إحنا حتى لقاءاتنا مع نجومنا من منطلق الإنسانية. نعم.
لان يعني هنالك ناس لهم حق علينا من خلال غالب وغير غالب مع حفظ الالقاب، يعني نحاول نزرع الامل بيهم. هل لديك الاستعداد احنا نروح نزور عوائل ونطلب؟ اكيد اكيد يسعدني، خطوه عظيمه يعني ان واحد يقدم الخير يشوف الناس اللي هم بحاجه الى عون مساعده من خلالكم. أصعد قبلك حتى تأخذ فكرة عن الصعد. السلام عليكم. لت النومة. حلو كلش. خايف خايف خايف. شنو الفرق بين البصرة ولندن؟ الفرق أتوقع الاعتناء فقط. بس أمام بلدي تنتهي كل البلدان. الله. يعني البصرة ولا بغداد ولا باقي المحافظات، كل منطقة كل مدينة إلها نكهة خاصة بأهلها وبناسها وطيبتها أرضها بجوها كل شيء يعني. صحيح. ما تلاقي بكل بلدان العالم، ولا لندن ولا سويسرا ولا امريكا ولا اي مكان، اي مقام بالعالم، بلد مهما اكون وين ما اوصل يبقى هو احلى البلدان، يبقى احلى شيء شفته في حياتي. احسنت. خلاص تمام، قرر ترجع تعيش في بلدك. انا حقيقه يعني اكيد يعني بلدي ارجع، يعني ارجع اكيد ارجع، بس الان يعني حابب انه ترجع لعجله الدراما بشكل اسرع، مو بهذا البطء، حتى رجوعي يكون انا سريع، لانه احب ارجع حتى اعمل، حتى اشتغل في مجالي. فبما انه الان بدات الحركه الدراميه ترجع الى وضعها الطبيعي، فهذا كله يبشر بخير، واكيد راح يسرع برجوعي الى بلدي. كم مسلسل مشتغل؟ والله المسلسلات اللي اشتغلت هي تقريباً 40-50 عمل معه. جسدت دور المظلوم؟ أي. المسكين؟ أي. المغبون؟ أي نعم جسدت دور المظلوم في طائر الجنوب. طائر الجنوب، الرجل الهارب اللي هو يكون على الحدود ومظلوم، ظلموه بقتل بتعمل مقاتل. احنا هسه مظلومين؟ او اكو مظلومين؟ اكيد اكو مظلومين، واكو ناس ظالمه نفسهم بنفسهم. يعني
أقول أكو مظلوم وأكو الناس هي ظالمة نفسها. يعني هذا هو بس إن شاء الله يعني ان شاء الله ما قبلهم ان شاء الله. عموما احنا اللي راح نروح لهم الان متوجهين لهم، ظلمهم الوقت، ظلمهم الزمن، ظلمتهم الحياه، خاصه لما تشوف انت واحد عنده الامكانيه انه هو يعمل ولكن الامور غير متاحه امامه. يعني هذه مشكله، هو انت عندك شهاده وعندك كذا وما قادر ان انت تشتغل. فكيف واحد اصلا ما عنده شهاده بسبب معيشة والهذا فمظلوم. ولكن بالضبط انت حكيت شيء مهم جدا، حتى وان كان واحد ظلمته الحياة لازم هو ما يظلم نفسه. هذه التنومة. تنومة. إيه هذه محاذاة لشط العرب. تدري أي منطقة يعني تكون بالقرب من شط العرب تكون من أروع الأماكن لاستقطاب السواح ها أو السياح. لا تمويل جميل. شوف هاي البيوت. أهلاً. سلام عليكم. شلونك حبيبي؟ قلبي. إحنا ما جينا وحدنا. جبنا ويانا أستاذ غالب جواد مهيدي. ها؟ سلم عليك. شلونك عمو؟ ليش؟ هي انا اقول لك على المريضه هي ايش بيها؟ هي المريضه اللي خلتنا نمشي بالقناه. تتذكرونه؟ اللي التقينا به في التنومه. حبيبي زين شنو شغلك انت؟ والله ابيع علاليق انا. تعال يمي هنا. تبيع علاليق ها؟ ليش ما فتحت لك فت شغله؟ والله وضع جدا تعبان. يعني هاي حقيقة يعني إن بدرت الدمعة مني فهذه حقيقة من قلب على اللسان، يعني من دون مجاملة، وضع جدا تعبان. وبنتك ما وديتها للعلاج؟ بنتي والله يعني راجعت بها مراجعة بسيطة، خلينا نكون صادق وياكم، راجعت بها مراجعة بسيطة وهم ما فادي وياها العلاج. نعم. جزاك الله. نشوف بالله البيت نشوفه؟ تفضل أنت تدخل؟ يلا. لا عادي تعال. تفضل. يلا يا الله يا الله جيب هذا تليفونك. شو اسمها هاي الحلوة؟ هاي فاطمة. الشعبي. أنت أبو فاطمة يعني؟ لا أبو كرار. أبو كرار. ورطني أنور ورطني حبيبي. حبيبي هذا مو قدرك، والله لا يعوزك لأحد مثل ما أنت قلت. إن شاء الله تبقى مرفوع الرأس وأتمنى تستثمر في شيء تفتح لك في المشروع أو كذا. والله يوفقك، واللي يجينا واللي يتصل من اجلك احنا هم نزورك مره ثانيه. اسال الله بحق ام فاطمه ان يكثر من امثالكم وان تسدوا حاجات كل الناس. يعني الله يعزك اخوي. الله يخليك. تسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حب لاخيك ما تحب لنفسك وكهله ما تكهله. الله يعزك يا حبيبي. مشكور مشكور. نعم جزاك الله خير الجزاء. استاذ غالب نروح؟ اوكي نروح. يلا تشرفنا بيك. شكرا جزيلا. انتم الله يحفظك ويسر امرك ان شاء الله.
هنا تنومة. هنا بيتهم، هنا بيتهم اللي كنا بي هو أبو كرار. أبو كرار. أبو كرار. أنا غلطت في البداية يعني أبو كرار نعم. شفت وضع أبو كرار؟ وضع أبو كرار يعني محزن جدا. ومثل ما قلنا بالبداية بداية الحديث عن الظلم والمظلومية والظالم نفسه، يعني مفردة عظيمة هذه. بس إن شاء الله أتمنى أنه رب العالمين منظمات المجتمع المدني تنظر بأمر هذا الشخص. الناس الخيرين موجودين بكثرة. أتمنى من كل قلبي أن ينظرون لأبو كرار ولكثير مثل أبو كرار موجودين في العراق. ويعني أمنياتي. شوف هي احنا بارك الله به من يساعد ومن يقدم المساعدة ومن هو سبب بإسعاد هذول الناس ومن لديه الهمة. هذه شجاعة. أنت والسبب انتو. أو هذه شجاعة. اللي ساعد هو شجاع. فعلا في بعض الأحيان يقول لك انت ليش تشوف لما تروح تساعد؟ حتى تحرك الناس. الناس اللي عدها ومثلا ما تساهم، أو الحكومة اللي مثلا هاملة هاي الشريحة واللي هي أصبحت كبيرة. وتجارة المنظمات أصبحت تجارة. افتح لي منظمة وهذا بروس الفقراء. يا مبروس الفقراء ناس صعدت وصارت ووصلت وهم خطية بنفس مكانه بنفس معاناته. يعني أسألك بالله أستاذ غالب، شوف هو شلون خير. شوف 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 الجمال. هو هنا ساكن بمكان بائس، إيجار، يبيع علاليق. زين يبت نستثمر هذا الخير. المفروض هذا بمجاور هذا الكنز عنده أهم مشروع. يعني هذا المفروض يكون كلنا مرافق سياحية وكل منتجعات وكل فنادق، شريط ساحلي يمتد على الطرفين مثل ما موجود شيراتون. أنا أتمنى من كل قلبي أنه أكو ناس، لا زال أكو ناس خيرين وراح يقومون أكيد بالمساعدة، راح يقومون أكيد برؤية هذه الحالة وكثير من الحالات اللي طرقت. وإحنا قاعدين نشوف صورة عامة، الحالات أصبحت كبيرة كبيرة كبيرة. عموما حبيبي أنا عندي وياك موضوع. نعم. إن إحنا نريد نتحدث حتى نطلع من هذا الموضوع، وإحنا سنبقى متواصلين وياه إن شاء الله. نريد نتحدث عن الأعمال اللي اشتغلت بيها. نعم. اللي قادم، أمورك الخاصة، ولكن بعد شنو؟ بعد ما ناكل. الجوع الجوع الجوع. الأكلة المهمة اللي أحبها بالبصرة. اللي هي. واللي أنا جاي عليها من لندن. الصبور. 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 توكل على الله. إن شاء الله. يا الله. يلا وصلنا هنا جاع. أي والله. ها؟ حتى شوية. شفت خبز العروق وجعت. خبز عروق. صار زمان ما ماكل خبز عروق. أكيد. ذرة واحدة 7 سنين. انت ما لك علاقه ان الموضوع هذا يسمن، هذا يضعف؟ لا لا ما عندي هذا، لانه أوبن. لانه ما زال مستمر بالرياضه ومستمر بالبايسيكل ومستمر العب كره قدم سباحه ومنظم وقتي على هذا الشيء. فعندي الاكل يعني بس وجبه واحده. هلا حبيبي شلونك؟ شلون مبارك. شو حبيبي الله يحفظك الله يخليك. هذا انت يوم شوفينه اول ما دخل المطعم شاف خبز عروق. واحد ياكل ايش بابا؟ قلت له خبز عروق هاي. صار. اي هاي الستارتر شنو يعني؟ البدايه ولا شنو؟ المقبلات. اوكي. شكرا جزيلا. شكرا عليك. سلام. الله بالخيرات. اول شغله اسالك، انتوا عندكم سبور لو ما عندكم؟ سبور موجود. ممتاز ممتاز ممتاز. نريد سبور. تمن احمر. تمن احمر وسبايسي دقوس يسمونه. شطه ما شطه سوالف دقوس. شو اسمه بعد مو دقوس؟ معبوج. معبوج 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 صبعه. اي بعد شنو؟ تاكل شيء ويا الصبور؟ ويا الصبور؟ والله ما اعرف، خلينا نشوف الصبور وبعدين هذا. انت شوف شنو اللي الصبور زايد يعني عن كل واحد وحده مرتبه على تمر ابيض واحمر وشيء مرتب. يلا توكل على الله.
نحط ويا زبيدي. زبيدي؟ اوكي. مو غلط. مو لا. كل شيء من البحر، سمك من البصرة أريده. أريد زبيدي وياه. توكل على الله. إي عندك مرتاح بالأكل. مرتاح بالأكل؟ مرتاح، ما عندك هذا يسمن، هذا يضعف، هذا شكل. لا لا عندي. أباوي يعني أنظر عليهن أشوفهن. مثلاً اللي بيه مثلاً زيادة بال 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 بالفات بالدهن بالهذي، لا هذا ابتعد عنه. أحاول أنه يعني جهد الإمكان أنه أخذ الوجبة اللي هي تغنيني باليوم الكامل، وبعدها تشتغل الفواكه بس. ما عندي غير الفاكهة بعدين، أصير تفاح، موز، على الجريب فروت. مهم. أهم شيء عندي الجريب فروت، اللي هو السندي بالعراق. أنا أسأل. الزواج جاك قرار متأخر لو تحسه في محله، في مكانه. في مكانه. في مكانه. في مكانه. لأنه تجيك بعد تجربة وبعد ما تخوض كثير من المحطات والسفر والهذي، أكيد الاستقرار يكون. قد عمرك الزواج؟ تقريبا عمرك مو يا سنة. اي تقريبا لو 34 لو 35 يعني. بيا سنة يعني ما اعرف شلون اجيبها على السنة. تقريبا يعني سوى في 2010 9 10 اي يعني استقرار. يعني الاستقرار اكيد واحد يستقر بنهاية المطاف، وشيء جميل تكون عندك أسرة، تكون عندك عائلة، وتكون انت ملتزم مع عائلتك، وخصوصا لما يكون عندك طفل تبدي عاد انت تكرس حياتك له، تشوف متطلباته، تشوف ما يحتاجه. شو عجب بس صوفيا للفنان والمشهور؟ بالنسبه يعني وجهه نظري يكون له افضل واحد. يعني صعب، مسؤوليه كبيره. الطفوله تحتاج أن يصير عندك ولد أو بنت، تحتاج أنه أنت تراعيهم وتشوفهم، وما يعني مسؤولية صعبة. جعنا ها؟ سولفنا هواي، تنا مقبلات هواي. يا أخي هاي ما موجودة هناك هالقد، ينزلون وكرم وهاي ها؟ وهذا الخبز وهاي ما لا واللبن، اللبن الطعم ما موجود. الطعم كل شيء، الطماطم هذا كله يختلف، كله يختلف. الأكل العراقي، اللحم، الثروة الحيوانية الموجودة بالعراق ما موجودة بكل العالم صدقا، ما موجودة. هلا 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 بالصبور. هلا بالصبور التمر الأحمر. التمر الأحمر. التمر الأحمر. مشكور مشكور. ها زبيدي. يا سلام. مشكور. هلا ابو علي. هلا هواي. بس تمن كافي. بس انا ما اكل تمن. هذا كلش هواي. هواي ها؟ لا مو قدرك. في قلبك. يعني صبور صبور ها، وبنصهن زبيديه. زبيديه. الصبور طعم 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 جدا يعني طعم مو؟ طعم وطعم. هناك ماكو. هناك اكو بس يجي مجمد يعني. انا اريد ابلش يعني اقدر. توكل. بسم الله. ما زلنا متواصلين وياكم، صار الليل علينا ورا المغرب جانا الليل واحنا متواصلين. تعبتنا وما تعبت؟ احلى ليل بصراوي. احلى ليل بصراوي. بس احنا من الصبح. نعم. وانت ما نايم من البارحه. أي. الطيران ايش قد كم ساعه؟ تقريبا 16 ساعه. 16 ساعه. انت راضي لو تدعي علي؟ اتقبلها. لا استقبالك عظيم.
لا لا على التعب وجو لا والله قدامك التعب يروح الله يعزيك وقدام الشباب التعب كله يروح الله يعزيك يعني لا. انا مرتاح راحه نفسيه وياكم ومتمتع يا حبيبي التعب كله يروح صدقني ابو صوفي أيه. الورده في دول عمرك احنا اهم شيء وصلنا كم معلومه واهمها ان قضيتك العائليه بنتك صوفي أيه. روحك الوطنيه أيه. محبتك لبلدك وحرصك انت تدري لحد الان الناس تسميك مهيدي اي مهيدي حازم ابن تركيه ابن عدنان شاهين كثيره هي الشخصيات وكثر هم المحبين اول عمل نجم بطوله مطلقه مسيطر عطاء ادوات وسامه مهيدي بس هذه ما خلتك المسؤولية عليكم السلام ورحمة الله مرحبا حبيبي الله يحفظك يا مرحبا أنا آسف حبيبي الله يحفظك يا مرحبا أهلا مرحبا يا سلام أول عمل مهيدي أي نجم أي هذه مسؤولية النوب خلتك لازم تكون نجم بكل عمل شو صرت أول عمل بطولة عندك واسطة تعرف لك أحد شو صرت لا ما عندي واسطة واسطتي اجتهادي شو صرت مهيدي صرت مهيدي رحت بنفسي قدمت نفسي للمخرج سمعت إنه أكو عمل دي يسوون اختبارات على ممثلين شباب يحتاجون واحد أبيض أشقراني عيونه خضر عنده مواصفات يعرف يسبح يعرف يسوق سيارة تريلة ما أعرف شنو كل هالتفاصيل زين فصارت الصدفة إنه أنا رحت للشركة واتصلت بالراحل فاروق القيسي الله يرحمه الله يرحمه ويرحم والديك فصارت الـ 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 القصة إنه التقي بي رحت لشركة أشتار والتقيت بي وصار اللي صار وأخذ من عندي الاختبار مدة 3 أشهر إلى 4 أشهر الله في سبيل أنه يطلع كل الطاقة وكل ما يوجد بهذا الطالب المعهد الفنون الجميلة اللي اسمه غالب بين هذا الكم الهائل من العمالقة والفنانين حبيبي يا حبيبي الله يحفظك حبيبي زين أي أي 3 أشهر قارب 3 أشهر إلى 4 أشهر أنا اختبار نفسي وأخلاقي والصدق والأكاديمي والالتزامي وشنو اللي سلام ورحمة الله مرحبا حبيبي أوكي أوكي الله يحفظك الله يحفظك أي حبيبي نعم فيعني كل هذا أدى إلى أنه فاروق القيسي الله يرحمه يبحث شنو يقدر يطلع من هذا الطالب المعهد الفنون الجميل اللي إجا هو طرح نفسه فهذا اللي صار وبعدها تم الاتفاق على انه انا اكون ممثل في هذا العمل اللي هو بمجموعه العمالقه مجموعه الفنانين الكبار ممتاز بعدين صرت انت نجم تحول هذا الطالب اللي يقدم الى عمل صار كنت متوقع انت راح تكون هذا الانتشار وهاي النجوميه كنت متوقعين اثناء ما انتم تصورون انا بالنسبه لي كان عندي الإحساس الفيلينج يسمونه الشعور كان موجود عندي العمل كنت معول عليه كثير ومثل ما يعني أمنت بي مثل ما طلع ومثل ما تحقق وقمت وراها أنت تختار تأني وبصعوبة وشون وأنت طالب واني طالب نعم واني طالب بعدها صارت الاختيارات بدأت قصة بدت عندي صعوبة لما أرفض مصارعة يعني هذا الرفض يسبب لك مشكلة لأنه أنت بعدك صغير عمرك 20 سنة وأمامك درب طويل طريق طويل شلون راح تتكمل نعم فيعني صعب جدا طيب صعب جدا أنه تكون تيجي على اي عمل وتروح لاي شركه تقول لهم انا هذا العمل مثلا ما راح اقدر اشتغله لان راح يحطون عليك حسابات اخرى انه يقول لك بدا ينغر علينا او بدا بس كذا بس انت هذا اللي يتشاء عليك الان انت مغرور غير قابل يلا
شكرا ان شاء عليك انه هو يرفض الاعمال يعني لبسه هذا المغرور وكذا اي سامع بها مو من عندي لا المغرور هذه ما اصلا ما موجوده بالقاموس ولا قاموس حياتي ولا موجوده عندي انا اعرف انت مو مغرور اطلاقا بس ترجمها البعض بسبب رفضك لان انت ترفض اكثر ممثل يرفض اعمال هو انت انا اللي اريد اقول انا من حقي ارفض من حقي انا اقول اي ومن حقي اقول لا لانه جمهوري ما اريد خسره انا صح. اللي يهمني جمهوري النوعيه انا يهمني النوع وما يهمني الكم انا اللي يهمني انه متى اقول لا ومتى اقول اي وهذه لا هي كثيره هسه كهواي اعمال اشتغلوا ليش ما اشتغلوا ما اشتغلت لانه ما صار اي تخاطب رسمي بيني وبينهم فلذلك انا موجود بهذا المهرجان مهرجان المونودراما المسرحي في البصره بدعوه من صديقي العزيز فرحان هادي كل التحيه والحب له فنان البصري الجميل انت ما صار لك اي دعوه لاي عمل في العراق انا سمعت ان انت قدموا لك دعوه وانت رفضت ما عجبك ابدا ما صار هذا الكلام وما عندي اي شركه بعثت علي وقالوا لي مثلا اكو عندك عمل وترفض او تقبل او هذا ما صار هذا الكلام انا جاي اشوف انا فرحان لانه الدراما العراقيه رجعت فرحان للزملاء انه بداوا يشتغلون عجله الدراما بدات تدور من جديد هذا يسعدني جدا واتمنى انه رب العالمين يوفقهم واشوف العمل وافرح معاهم بارك الله بيك ليه؟ زين حبيبي هلا حبيبي هلا وقلبي هلا يلا حبيبي ممنون حبيبي هلا بالورد حبيبي شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا هلا حبيبي شلونكم حبيبي شلونكم اخباركم هلا حبيبي شلونكم قلبي هلا شلونك تعال مره شكرا هلا حبيبي هلا هلا اي المهم بمن تستمتع كممثلين ممثل حقيقه استمتع بالكل لا واحد انت بعد خالطت في الانجليز تحكي صراحه اي صراحه مثلا ما احب اجرح احد لانه الكل اصدقائي والكل احبهم يعني وكلهم اساتذتي فالكل حقيقه كل واحد له لون كل واحد له ميزه حبيبي يا مرحبا الله يحفظك الله يخليك فكل واحد له ميزه وكل واحد له ايوه سلام حبيبي يا مرحبا هلا هلا الله يخليك الله يحفظك الله يحفظك الله يخليك يا مرحبا انور بس شفت حبيبي الله يحفظك يا مرحبا الله يخليك اي الناس تحبك اكيد وين يحبوك بس انت هسه انا يحبوني يوم يطلع لهم بالتلفزيون موتهم بس انت صار لك هواي ما طالع بالتلفزيون ها باقيه بالذاكره ومحبه الناس هاي مو هينه هبه من رب العالمين مو صحيح؟ هبه من رب العالمين انت ما شاء الله وهذا مو سهل ان الواحد يترك بصمة. اثر طيب وبصمه الله يوفقك يحفظك انا طبعا سعيد جدا يعني اكيد الجمهور البصري تحديدا لان انا بالبصره الان وبعد عودتي من لندن فرحان جدا بهاي المحبه بهاي الناس باستقبالهم برحابة صدرهم روحهم الطيبة شنو قال لك اخواننا في القوات الامنيه شو قالوا لك يقول لي شلون كتبت المكي شلون حركت المكي عواد السلام عليكم اي والله مشكور ذاك اي بس فعلا شلون طاق قلبك انت تلميذ بمعهد الفنون بكليه الفنون واحد بكي عواد اسم كبير اي شلون احرقه شلون تحرقه لازم احرقه الشخصيه تقول احرقه مو بيدي بس انت لا شعورك راح احكي لك المفاجاه من هذا المشهد مفاجاه هذا المشهد انه هذا اول مشهد في مسلسل عالم ستوهيل انا قدمته يا سلام انا اشتغلته يعني هذا الحرق ولا هذا اول مشهد انا اشتغلت فيه يعني وظل بالذاكره اي لا يعني هو ظل بذاكرتهم الاثنين
اي ظل بذاكرتهم حرقه بالمي الحار، وظل بذاكرتهم شلون حطيته بالفرن وشويته بالاخير لما قتلته. ولا واحنا مقتنعين انتم ما تحبون بعض وتكرهون بعض. تحياتي للاستاذ مكي. اي وتتحدى ها؟ اتحدى. تتحدى؟ اتحدى. قد التحدي؟ اي قد حبيبي. يلا نسمع صوتك. اغني؟ اي لا مو انا. لا بدعتي خليك. ارجوك ارجوك. شوف صعب جدا لانه سيارات وهذه ما لها علاقه، انت مو مطرب. انا مو مطربي. ايه؟ بس ادندن مرات ويا نفسي. ادري بيك خلصتها كلها الدندن. اي بالله الكريم. شو الدندن اكثر شيء؟ اغني للكبير كاظم الساهر. يا سلام. القيصر العرب يعني. ايه. قيصرنا ها؟ قيصرنا. ايه حبيبنا. فخرنا. فعلا كاظم الساهر. كاظم الساهر هاي شكرا على هالفرصة حتى نعم. نعبر عن اللي مشاعرنا الحقيقية. واللي قدمه. كاظم الساهر نموذج عراقي نفتخر به، نعتز به. قامة غنائية كبيرة وكفن احنا يعني شهادتنا به مجروحة، وكإنسان هو خلوق جدا. عابر سبيل اصبحت والغربة هدت حالي، غير الألم ما شفت والوقت مر وتعداني، عزت علي العشرة وتذكريت أغلى الناس، تعبني طول السفر يحركني أضعف إحساس، أرجع وأشوف أصحابي وأخفى بحضن أحبابي وأشكي ألم ترحالي. عابر سبيل يعني اسف من ابو سام يعني ما اذا غلطت بالكلام او اذا غلطت باللحن. لا بس إيه؟ احنا بغض النظر لكن انت مو مطرب يعني اللي يقرا احس ان انت هذه تحكي بيها عنك بالضبط، عن الصديق والغربه والاشتياق وعن العراق. الله. لان العراق هو حب الاول والاخير يعني مهما يكون. شوف انت توصل الى منطقه اسمها بريطانيا، امبراطوريه العالم يعني لندن، كل العالم تجي لهذه المنطقه، كل الناس تتمنى توصل هذه المنطقه، بس مو مثل العراق. يا سلام. ابدا مو مثل العراق. مو مثل العراق. مو مثل العراق لانه بلدك. متاذي من الغربه؟ لا ما متاذي، ما متاذي الحمد لله، بس اللي يؤذيني انه بعدك عن عن بلدك، هذا هو اللي يؤذيك يعني. بس ان شاء الله ماكو اذيه. شنو اكثر شيء يزعجك بالحياه؟ يزعجني الكذب. يا سلام. يعني من اكتشف اصغر كذبه او اكبر كذبه هي واحد بالنسبه لي، لان انا احب ان اكون يا ابيض يا اسود. احنا وصلنا لهذا المكان، هذا عمره اكثر من 35 سنه، هاي العربانه هذا معروفه بالبصره. زين. عندنا اماكن للايس كريم معروفة جدا. ايش؟ بعض من عندها راحت، اللي هنا الله يرزقه والله يوفقه. شو اسمها؟ هذه دون درمه. دون درمه. منين جاي دون درمه؟ منين؟ تركيا. تركيا. دون درمه. دون درمه. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم؟ شلونك حبيبي؟ شلونك حبيبي؟ اتذكر كان هنا رجال كبير يشتغل بيها. اي موجود؟ اي شو يقرب لكم؟ والدك. ها سلم لنا عليه. الله يسلمك. يوصل. انتوا ساكنين قد هنا؟ صارنا 28 سنه. الله الله يرزقكم. رحم الله والديك ويرزق الجميع. بعد وحده نطيب. ما تبرد قلبنا. خادم لك. اشتاق لهم كبوس قلاص. قلاص ولا؟ قلاص. قلاص. كم واحده خمسه؟ اي هاي يسموها علوتشيه مو؟ ان شاء الله. اي. يعني شنو علوتشيه؟ يعني ثلوج. ثلوج. شكرا. مشكور مشكورين. الف عافيه. الف عافيه. طيب نانا اريد تقول لي رايك بطعمها. السلام عليكم عمي. بهاي الدوندرمه.
كلش طيبة بصراحة بصراحة قبل مو؟ طيبة كل شيء بالعراق طيب سبحان الله ما أعرف لحم، دجاج، سمك، الأكل، الطبخ، الخبز المخضر كل شيء، كل شيء بالعراق طيب كل شيء طيب ما تلاقيه بكل العالم أنت طيب والله العظيم ما أقولها في دول عمرك ما أقولها يعني اعتباطاً تجارب الحياة، تجارب الدول اللي مريت بيها ما يعني ما تتخيل أنت طيب، أنت زين يا حبيبي العراق هو العراق يعني ما يجي مثله أبداً حبيبي أنا أشكرك أنا أشكرك خذت من وقتك فدول قلبك تعبتك لا لا بالعكس بس أنا أشكرك على شغلتين قول الشغلة الأولى اللي لبيت دعوتنا نعم والشغلة الثانية على تحملك وعلى محبتك لبلدك وعلى إحساسك العالي بهاي العوائل الناس والناس المحتاجة بارك الله بيك بالرغم أنه هو يقوم بأشياء كثيرة لكن هو يعني أصر أن احنا ما نذكرها وما ندخل بتفاصيلها فبارك الله بيك وأنت نموذج للشاب المحترم والفنان الرائع حبيبي في دول قلبك أنا أشكركم وأشكر الكادر الطيب الحلو المصورين ما اريد اذكر اسماء اخطا وشوف صوف مصطفى وعمر وانور يعني حبايب قلبي هذا اللي كل هذا الرائع حسنين حبيبي حسنين هذا اقاربك نسيبي حبيبي والشكر موصول لك يا حبيبي يا قلبي انا سعيد جدا بهذا اللقاء وانت مثل ما تعرف انا ما اطلع لقاءات وأشكرك على والله العظيم بس أنا طلعت تلبية لأنه أحبك شكراً أي بالله الشرقية بيتك فدوى القلب وإحنا أخوتك أكيد والله يوفقك ولنا لقاء قادم قريب حبيب قلبي شكراً